مباشرة على صدورنا من هذه المنصة. نتقدم إلى آبائي وأمهاتي وأزواجي وأولاد الشهداء بتحية إكبار وإجلال. من هذه المنصة نعاهد الأمهات، نعاهد الأمم، نعاهد أبناء هذا الشعب أننا سنبقى على العهد متماسكين متآلفين متكاتفين كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تفاعله سائر الجسد في الحب والسهر. عضو واحد. أيها المكارم، لن تركع بلدا فيها أنتم، لن تركع بلدا فيها أنتم، لن تركع بلدا فيها أنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمس النار.